إلى موقع المونيتور الذي أورد قضية المعتقل في السجون السعودية اليمني الهولندي فهد رمضان الذي قضى سنوات في بناء حياته كلاجئ في هولندا، ولكنها انهارت مع اعتقاله المفاجئ أثناء رحلته إلى مسقط رأسه المملكة السعودية المملكة العربية السعودية. الموقع لفت إلى أنه تم احتجاز رمضان البالغ من العمر 44 عاما لأكثر من 6 أشهر في قضية يقول ناشطون بحقوق الإنسان إنها تسلط الضوء على حملة القمع السعودية المتزايدة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي ينظر إليها على أنها تنتقد بشكل معتدل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الموقع أشار إلى أن رمضان ولد ونشأ في السعودية لكنه مواطن يمني طلب اللجوء في هولندا في عام 2018، وفي السنوات التالية رتب لانضمام زوجته وأطفاله إليه وتعلم بعض اللغة الهولندية وافتتح مطعمين يمنيين. وينقل الموقع عن عبد الله نجل رمضان قوله إنه من أجل استكمال الجنسية الهولندية لنفسه ولعائلته. قيل له إنه يحتاج إلى السفر إلى السعودية للحصول على نسخة من شهادة ميلاده، وقام بالرحلة في نوفمبر من العام الماضي وكان يخطط للبقاء لمدة أسبوع واحد فقط. في الوقت الذي سافر فيه إلى جدة زعم أن عدة منشورات على منصة إكس تظهر رسائل خاصة بدأ فيها أنه ينتقد الأمير محمد، وتقول لعائلة رمضان إن الرسائل اختلقها يمني آخر يعيش في هولندا، وكان رمضان على خلاف شخصي معه وتم وضع علامة على مكتب المدعي العام السعودي في المنشورات. وبعد يومين من وصوله إلى السعودية تلقى رمضان مكالمة هاتفية تستدعيه إلى مركز الشرطة حيث قامت قوات الأمن باحتجازه.